الشقيق. ارجع حضرتك لقوات الصاعقه، وعايز اعرف الحاله النفسيه لجنود قوات الصاعقه قبل حرب اكتوبر كانت ازاي؟ قبل ما اوصل لقوات الصاعقه يا ابنتي العزيزه، عايز اتكلم على مرحله الاستنزاف. ايوه. يعني بعد 67 كان يجب ان نعيد بناء القوات المسلحه بعد الخسائر من 85 90%، ويجب ان نؤهل ونجهز القوات المسلحه لقتال العدو الاسرائيلي. وبالتالي كان يجب ان يكون هناك فتره لالتقاط الانفاس، لعدم لاعداد القوات المسلحه المصريه، لتجهيز مسرح العمليات، لاعطاء المهام، للتدريب على المهام. وهنا برجع اقول التخطيط 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 والاعداد والتدريب ثم اداره العمليه بعد كل هذه المراحل. في هذا التوقيت كان يجب، وده كان اوامر الرئيس جمال عبد الناصر واوامر القياده الفعليه للقوات المسلحه، يجب الا نترك القوات المسلحه التي احتلت سيناء تكون في فسحه او في اجازه او في راحه، لا. فكان هناك دائما فتره الزاف، الاغارات والكمائن على العدو الاسرائيلي، منها نكسر حاجز الخوف، منها نتدرب، منها نتعرف اكثر على المقاتل الاسرائيلي. ودي كان فتره اعداد وتطعيم القوات المسلحه. اما حضرتك بتقولي لي الصاعقه، ايوه، قبل الصاعقه، اولا الصاعقه عشان اقول لحضرتك حاجه، الصاعقه والمظلات هم الذين قاموا بالاشتراك في حرب اكتوبر سواء في المراحل الاولى للحرب، بوضعهم خلف الخطوط في مناطق المضايق، عشان زي ما انت عارفه القوات المسلحه الاسرائيليه ما كانتش بس موجوده على خط قناه السويس، لا، كان خط بارليف يلي احتياطيات قريبه تكتيكيه، يلي احتياطيات تعبويه، يلي احتياطيات استراتيجيه. فلاني اعمل العمليه بتاعتي يجب الا اسمح بتدخل اي قوات اخرى ترفع من كفاءه القوات المسلحه الاسرائيليه في خط القناه. فكان يجب على القوات المسلحه الخاصه اللي هي الصاعقه والمظلات التواجد في منطقه المضايق لقفل هذه المضايق ومنع اي قوات اخرى من الدخول في المعركه. التجهيزات دي يا فندم خدت حوالي وقت قد ايه قبل الحرب؟ لا، انا قبل الحرب الحقيقه انا كنت في كليه القاده والاركان، وفي هذا التوقيت توقف بعد التدريب على المنشور 41 اعمال حياه، واوقفت الدراسه في جميع منشات التعليميه للقوات المسلحه، وذهبنا الى الميدان. في الاول كنت ضابط اتصال بين القياده المصريه وبين القوات في شرق في القناه، ثم عندما دمرت الفرقه 23 ميكانيكي اللي هي كانت في منطقه ابو سلطان والدفرسوار واعيد تشكيلها، كنت انا رئيس استطلاع الفرقه 23 ميكانيكي اللي هي موجوده في الدفرسوار في ابو سلطان والدفرسوار، وكنا الجزء اللي كذا يحيط بثغره الدفرسوار. في هذه التوقيت انا شفت بقى من فتره اوليه للحرب، ازاي عبرت القوات الجويه، ازاي عالت القوات الجويه، ازاي عبرت الموجات المتتاليه. وما بقول عبرت مش ده مش يعني اصطلاح سليم، السليم هو الاقتحام. لماذا اقتحام يا ابنتي العزيزه؟ الاقتحام لانك لم تكن تعبرين قناه السويس، لا، قناه السويس ده اول مانع مائي عندك بعرض 200 كيلو 200 متر، عرض القناه 200 متر، بيتغير فيها التيار من الشمال للجنوب ومن الجنوب للشمال اربع مرات يوميا، يعني كل ست ساعات. على الشرق كان في النقطة القوية. النقطة القوية الإسرائيلية كان كل نقطة لها اثنين منفذ للنابالم الموجود فيه، عشان إذا كان من الشمال للجنوب يتفتح المنفذ الشمالي، من الجنوب للشمال يتفتح المنفذ الجنوبي، وإشعال ذاتي يحيل المياه إلى كتلة من النيران. وكان يجب قفل هذه أدي تاني مانع. ثالث مانع الساتر الترابي اللي هو كان الساتر الترابي بزاويه قائمه، وعليه رابع مانع الاسلاك والالغام، ثم خامس مانع فوق النقطه القويه اللي فيها فتحات المزاغل اللي فيها عشان ضرب القوات اللي بتسيطر. كان كل دي اقتحام. انا عايز اقول لحضرتك الابطال سواء من الصاعقه او من المشاه او من كل افرع القوات المسلحه كانوا بيسدوا هذه المزاغل، المزاغل اللي هي الفتحات في الدشب اللي خارج الاعلى ال 20 متر
كان بيشدوها بأجسامهم حتى ويستشهدوا على المزاغل حتى يسمحوا لباقي قواتهم بالالتفاف وتدمير نقطة قوية والاستيلاء على خط فرق. أكيد لو كلمنا عن أبطال حرب أكتوبر أعتقد محتاجين حلقات وحلقات. سيادة اللواء دكتور، كل الجيش المصري وكل الشعب المصري هم البطل الحقيقي. أكيد. لا أحب أن أتكلم عن أفراده، أنا بس بحب هنا أشيد بالمهندسين العسكريين دي اللي دايما بننساهم دايما في كل نقاط. المهندسين العسكريين هم اللي فتحوا الثغرات في الساتر الترابي اللي قال لنا السوفيت أميها إن ولا قنبلة زرية ممكن تهدى زي. إذن المهندسين العسكريين بفكر ضابط من المهندسين العسكريين اشترك أيام السد العالي بالمياه فتح 81 ثغرة في ده اللي هي تم فيها عبور إنشاء الكباري وعبور القوات. فأرجو تحية لكل القوات المسلحة، أفرع القوات المسلحة وكل الوحدات بتاع القوات المسلحة والمهندسين العسكري. أكيد بشكر حضرتك جدا يا فندم، نورتنا. دكتور صلاح الدين خيري رئيس رئيس أركان حرب، بشكر حضرتك، نورتنا. شكرا. نشوفك إن شاء الله في حلقات قريبة. الله يخليك. مشاهدينا معانا فيلم تسجيلي عن الفريق سعد الدين الشاذلي، بعده على طول فقرة خاصة جدا مع ابنته شاهدين هنتكلم فيها أكيد عن قصصه وبطولاته في حرب أكتوبر، بس بعد الفاصل. الفريق سعد الشاذلي بطل ومهندس حرب أكتوبر عام 73، هو أبو العسكرية المصرية الحديثة، من مواليد محافظة الغربية عام 1922، التحق بالكلية الحربية عام 1939 وعمره 17 عاما، وتخرج برتبة ملازم، ثم انتدب للخدمة العسكرية في الحرس الملكي، وشارك في حرب فلسطين عام 1948 ضمن سرية ملكية مرسلة من قبل القصر الملكي، ثم انضم إلى الضباط الأحرار عام 1951. تاريخه حافل بالمناصب والمهمات التي أنجزها، مؤسس وقائد أول فرقة قوات مظلية في مصر، وملحق عسكري بلندن، وغيرها من المناصب، حتى وصل إلى رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية في عهد الرئيس السادات. ظهرت عبقرية سعد الشاذلي في خطة حرب أكتوبر عام 1973، فهو الرأس المدبر للهجوم المصري الناجح على خط بارليف. ورغم نجاح وبروز اسم الفريق سعد الدين الشاذلي بعد حرب 73، إلا أنه لم يكرم ويأخذ وضعه الذي يستحقه، بل تم إقصاؤه من جانب الرئيس السادات، وعين سفيرا لمصر لدى بريطانيا ثم لدى البرتغال. فقد دب الخلاف بين السادات كرجل سياسة وسعد الشاذلي كرجل عسكري. وفي عام 1978 انتقد سعد الشاذلي معاهدة كامب ديفيد وعارضها علانية، مما جعله يترك منصبه ويذهب إلى الجزائر كلاجئ سياسي. في منفاه فضل سعد الشاذلي أن يكتب مذكراته، وتعتبر مذكرات سعد الشاذلي من أهم ما كتب عن حرب أكتوبر، وهذه المذكرات كانت السبب في محاكمة سعد الشاذلي بتهمة إفشاء أسرار عسكرية، وحكم عليه بثلاث سنوات غيابيا، ووضعت أملاكه تحت الحراسة، وحرم من التمثيل القانوني مع تجريده من حقوقه السياسية. في عام 1992 عاد الفريق سعد الشاذلي إلى مصر بعد 14 عاما قضاها في الجزائر، وقبض عليه لدى وصوله إلى مصر وسجن دون محاكمة، وبعد خروجه عاش بقية حياته بعيدا عن الظهور الرسمي. ورغم دور سعد الشاذلي في حرب 73، إلا أنه الوحيد من قادة حرب أكتوبر الذي لم يتم تكريمه
وتم تجاهله. عبقرية سعد الدين الشاذلي اعترف بها الإسرائيليون أنفسهم فكتبوا عنها: قائد مصري كفء، قادر على رسم وتنفيذ خطط عسكرية بالمستوى العالمي.